بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة نتكلم عن طريقة فرد الشعر في المنزل، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. نبدأ بالوصفة الأولى وهي وصفة الحليب والعسل. حيث يحتوي الحليب على البروتينات المغذية والمقوية للشعر، أما العسل فيحفظ الرطوبة في الشعر ويخلصه من التجاعيد ويقوم بتنعيمه ويضيف إليه اللمعان. والمكونات هي ربع كوب من الحليب وملعقتين كبيرتين من العسل. وطريقة التحضير: يخلط الحليب والعسل حتى يتجانس الخليط بشكل جيد، ثم يوضع الخليط على الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعتين. بعدها يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو الخفيف الخالي من الكبريتات، وتكرر الطريقة مرة واحدة كل أسبوع. ثانيا وصفة الصبار، حيث يحتوي جل الصبار على العديد من الإنزيمات التي تساعد على نمو الشعر، وكذلك يزيد من نعومته من خلال اختراق الشعر وترطيبه. والطريقة هي احضار نصف كوب من جل الصبار ونصف كوب من زيت الزيتون وست قطرات من زيت إكليل الجبل وست قطرات من زيت خشب الصندل. وطريقة التحضير: نقوم بتسخين زيت الزيتون حتى يصبح دافئا، ثم نقوم بمزجه مع جل الصبار. بعدها يتم إضافة زيت إكليل الجبل وزيت خشب الصندل مع المكونات السابقة، ونقوم بتدليك المزيج على الشعر وفروة الرأس، ونقوم بتغطية الشعر بقبعات الاستحمام ونتركه لمدة ساعتين، ثم نقوم بشطف الشعر وغسله بالشامبو الخفيف. ثالثا وصفة البيض وزيت الزيتون، حيث يحتوي البيض على الخصائص المقوية للشعر، أما زيت الزيتون فهو مرطب قوي للشعر. والمكونات هي 2 بيضة بالإضافة إلى 4 ملاعق من زيت الزيتون. وطريقة التحضير: يتم كسر البيض في وعاء ويتم خفقهم جيدا، ثم نضيف إليه زيت الزيتون ونقوم بالمزج جيدا، ثم يوضع الخليط على الشعر وفروة الرأس، ونقوم بتمشيط الشعر بمشط واسع الأسنان، ثم نقوم بتغطية الشعر بقبعات الاستحمام ونتركه لمدة 45 دقيقة. بعدها يغسل الشعر بشامبو خفيف. رابعا زيت الخروع، حيث أن زيت الخروع يحفظ الرطوبة في الشعر ويخلصه من التجاعيد ويكافح الالتهابات في فروة الرأس. والمكونات هي ملعقة كبيرة من زيت الصويا وملعقتين كبيرتين من زيت الخروع. وطريقة التحضير: نقوم بمزج الزيوت معا ونقوم بتسخينهم في الميكرويف لمدة 20 ثانية، ثم نقوم بتدليك الشعر وفروة الرأس عدة دقائق بالمزيج ونتركه على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم نقوم بغسله بالشامبو الخفيف، ويتم تمشيط الشعر وهو مبلل ويترك ليجف في الهواء. وأخيرا خل التفاح، فهو ينعم الشعر ويضيف اللمعان إليه. والمكونات هي 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح وكوب من الماء. وطريقة التحضير: نقوم بإضافة خل التفاح إلى الماء ويوضع جانبا، ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو الخفيف الخالي من الكبريتات، ثم نقوم بسكب خل التفاح المخفف على الشعر كشطفة أخيرة له، وتكرر هذه الطريقة مرة كل أسبوع. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.